برعاية وزارة الثقافة والشباب في إقليم كردستان وبإشراف مديرية الثقافة والفنون في كركوك، أقيم المهرجان السنوي الرابع لإحياء ذكرى الفنان الراحل صلاح داودة، تخليدا لمسيرته الزاخرة بالإبداع الفني والذي يعد مدرسة في الغناء. هذه السنة الرابعة التي تقوم فيها مديرية الثقافة والفنون في كركوك برعاية وزارة الثقافة والشباب في الإقليم بإحياء ذكرى رحيل الفنان صلاح داودة في مراسيم خاصة، حيث تقدم الأغاني في هذا الحفل ويتم تسليم جائزة الفنان الراحل صلاح داودة لأحد الفنانين المبدعين في كل عام. أجواء فنية بامتياز حضرها العديد من الفنانين والمثقفين ومحبي الفن والموسيقى. استهل الحفل بكلمات من قبل عدد من الحضور أكدت على أهمية هذا المهرجان السنوي الذي يخلد ذكرى الفنان صلاح داودة، وهي فرصة لتكريم الفنانين المستمرين في العطاء من خلال منح جائزة صلاح داودة للإبداع الفني في كل عام لفنان معين. الحقيقة أنا كنت من الفنانين اللي كرموني في هذه المهرجان، مهرجان ذكرى الفنان الكبير فنان المقامات الكركوك للفنان صلاح داودة. وهذه المهرجانات أو في هذه الحفلة يكرم كل سنة فنان الفنان كركوكي بإبداعه وتواجده في أرض الفن، فهذا شيء جيد لتكريم الفنانين في هذه المحافل الفنية. أحب أشكر القائمين على هذه المهرجان والاحتفالية اللي بمناسبة ذكرى وفاة الفنان الكبير الراحل صلاح داودة اللي تقام في مركز ثقافي في كركوك. وخلال هذا المهرجان راح يكرم الفنان الكبير اللي يعني جهودا للمسيرة الفنية اللي خلال سنوات اللي هو مستمر بالفن. جائزة الإبداع الغنائي لهذا العام منح للفنان القدير محمد رؤوف كركوكي تقديرا لجهوده المتواصلة في خدمة الغناء والموسيقى ليس على مستوى كركوك بل على مستوى الإقليم وبقية أجزاء كردستان. واعتزازا لهذه الجائزة قدم الفنان محمد رؤوف أحدث أغنية له للحاضرين على المسرح. دیار من زور خوشحالم که امرو آماده بوم و اتوانم بلوم لزور بی انشالله چه کنی. انا سعید جدا لحضور اليوم في هذا الحفل الغنائي ولدي حضور دائم في النشاطات الفنية في كركوك، وهذا واجبي خدمة للفن في هذه المدينة. من الواضح أن مراسيم إحياء ذكرى الفنان صلاح داودة والذي يقام سنويا باسم جائزة الفنان صلاح داودة، ولحسن الحظ تمنح هذه الجائزة لهذه السنة لي، فأشكر مديرية الثقافة والفنون في كركوك على هذا التكريم والحفل. كما قدمت أغاني عديدة في الحفل من قبل فنانين شباب وبالأخص من ابني الراحل صلاح داودة دلشاد وعباس، يؤكدا على مضيهم في مسيرة والدهم الفنية. لبرنامج نسمة زاغروس، جيار سعيد، كركوك.